Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Dans cette vidéo, inchallah, je ferai la division euclidienne. D'accord? La division euclidienne. Exactement, je ferai la division euclidienne de la polynôme, c'est bien aussi fait un px, et là, le binôme, c'est de la forme ax plus b. D'accord? كيفاش كندير ديفيزيون اوكليديان ديال واحد البولينوم اللي يكون الدوغري ديالها كيف ما بغى يكون على واحد البولينوم دو بروميير دوغري اللي تتكتب على هذا الشكل هذا. داكوغ، انا نعطي واحد ليكزومبل وكيفاش تتساعدنا هاد لا ديفيزيون اوكليديان باش نديرو الفاكتوريزاسيون. فانا نعطي ليكزومبل، عندي مثلا بولينوم اللي هي اكس او كاري مثلا بلوس 4 اكس بلوس 3 مثلا. بغيت ندير لا ديفيزيون ديال هاد البولينوم على اكس موانز 1 مثلا. داكوغ، دونك كيفاش ندير لا ديفيزيون اوكليديان؟ كنجي هنايا، هادي بولينوم دو دوزيام دوغري، علاش؟ لان هاد لو تيرم لي عندو بلو كغون اكسبوزون هو 2. كنتأكد انه لي تيرم ديال لي دوغري كاملين كاين هنايا، دوغري 2 فوالا، هو هذا الدوغري ان، راه بحال عندنا اكس على بيسون ان. هنا هذا كنسميه لو تيرم كونسونت، ولا بيان لو تيرم دو دوغري زيرو. هنا راه بحال عندنا 3 فوا اكس على بيسون زيرو. مزيان، انا باغي نشد هاد البولينوم، هاد الاكسبريسيون، بغيت نقسم على اكس موان زيرو. شنو تندير؟ كنمشي نشوف الله يرضي عليكم شنو العدد اللي غادي نضربو في هاد اكس باش نحصل على هذا. شنو لو تيرم اللي نضربو في اكس باش يعطينا اكس كاري؟ راه هو اكس، لان اكس في اكس راه هي اكس كاري. داكوغ، مزيان. اذا شنو تندير ملي تنكتب اكس هنايا؟ كنشد هاد اكس، خاصني نضربها في هاد لي دو تيرم، هاد بجوج اكس بعدا في اكس، شحال؟ اكس وكاري. كنمشي تحت من هاد لو تيرم اللي فيه او كاري، وكنكتب لوبوزي اكس فوا اكس اكس وكاري، كنجي نكتب هنا ناقص اكس وكاري، كنكتب لوبوزي ديال هاديك الريزولت. داكوغ، دو ميم فاصون شد اكس نضربها في موان زان، لانو هاد لو ان لو سين ديالو هي موان. اكس في موان زان شحال؟ سي موان اكس، و لوبوزي ديالها شحال؟ سي بلوس اكس. كنجي تحت من هاد لو تيرم لي في اكس، كنكتب بلوس اكس، كندير واحد السطر هاك و كنجمع، دير لا سوم. هادي زايد هادي مفروض تخرج ليا زيرو، ديما القولون اللول ملي تنجمعو خاصو يخرج ليا زيرو. فوالا، بغيت تكتب زيرو كتبها، مبغيت تكتبهاش بلاش كتب زيرو، كاع حنا شخاسين. موان 4 بلوس اكس شحال؟ سي موان 3 اكس. مزيان، ابخي شنو ندير؟ نهبط هاد لو تيرم 3 هو بلوس 3. من بعد كنمشي لهاد لا لين هذا بستيتا زيرو زيرو، ما تندوهاش فيه، كنمشي نشوف لو تيرم الاول اغوش من غير زيرو اللي هو هذا. شنو تندير بهاد لو تيرم؟ كنشوف فاش نضرب هاد اكس باش نحصل على موان 3 اكس. سي موان 3، لان موان 3 في اكس راه هي موان 3 اكس. كنكتب موان 3، يا ابخي شنو تندير؟ موان 3 فوا اكس سي موان 3 اكس. هنا تنكتب تحت منها لوبوزي، سي بلوس 3 اكس. اي موان 3 فوا موان 1 سي بلوس 3، لوبوزي سي موان 3. كنجمع هادي زايد هادي زيرو، هادي زايد هادي زيرو، دونك لو ريزولتا هنا خرجت ليا لو غيست، خرج ليا زيرو. اذا دابا شنو درت؟ راني درت لا ديفيزيون اوكليديان، قسمت هادي على هادي كتساوي هادي. ملي تيكون لو غيست زيرو، يمكن ليا هاد التعبير هذا نعطي الفاكتوريزاسيون ديالو. شنو تيكون؟ سا دونك كوا كو اكس او كاري موان 4 اكس بلوس 3. هادي قاعدة، ديما هاد التعبير اللي تيكون هنايا اللي تنسموه المقسوم، شنو تيساوي؟ كيساوي هاد المقسوم عليه، هاد التعبير اللي كاين هنا مضروب في هذا زائد لو غيس. هنا لو غيس زيرو، غيولي عندي هادشي كيساوي هذا في هذا، كوم سا اكس موان زان فوا اكس موان تخوا. اذا هاد ديفيزيون اوكليديان ساعدتني باش درت الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبريسيون. فوالا، اذا ديفيزيون اوكليديان راه كتساعدنا في الفاكتوريزاسيون. تخي بيان، نعطي اكزومبل واحد اخر. مثلا عندنا اكس على بيسونس 3 بلوس 12x او كاري موان 5
moins 6x, d'accord, plus 3. On passe à la chaîne expression. On dit l'expressionnel, du moins qu'on a de la forme. On a dit x moins 1. D'accord? نقدر ناخذ اي اكسبريسيون بغيت غير انا اختاريت اكس موان زا داكوغ كيفاش غادي ندير لا ديفيزيون نديرو نفس هادشي اللي درنا هنايا دونك كنمشي ديما لو تيرم الاول هذا شوف كيف ما درت انا هنايا فاش غنضرب هاد لو اكس فاش نحصل على اكس على بيسونس 3 غنضربها في اكس او كاري لان اكس او كاري فوا اكس هاي فينا اكس او كاري فوا اكس هنا راه بحال عندنا اكس على بيسونس 1 كنحتفظو بهاد لاباز وتنجمع جوج مع واحد راه هي 3 دونك اكس او كاري فوا اكس في الحقيقة راه هي اكس على بيسونس 3 دونك شنو تندير كنكتب اكس او كاري هنا ومن بعد تنضربها في هادي وفي هادا اكس او كاري في اكس سي اكس على بيسونس 3 كنكتبو لوبوزي ديالها تحت من هاد اكس على بيسونس 3 تولي موان اكس على بيسونس 3 اكس او كاري فو موان 1 سي موان اكس او كاري لوبوزي ديالها سي بلوس اكس او كاري من بعد تنجمع هادي مع هادي زيرو بلا ما تبقى تكتبها وهادي زايدة شحال سي 3 اكس او كاري هنا راه بحال عندنا ان اكس او كاري نهبط هاد موان 6 اكس هاهي فينا من بعد كنشوف كناخد هاد لو تيرم الاول ونشوف واش نضرب اكس باش نحصل على 3 اكس او كاري سي بلوس 3 اكس 3 اكس فوا اكس سي 3 اكس او كاري لوبوزي تولي موان 3 اكس او كاري اي 3 اكس فوا موان 1 سي موان 3 اكس لوبوزي سي بلوس 3 اكس جمع هادي مع هادي زيرو بلا ما نكتبو هادي مع هادي غتعطيني موان 3 اكس نهبطو 3 هي بلوس 3 كنشوف عاوتاني هاد لو تيرم الاول اكوش فاش نضرب اكس باش نحصل على موان 3 اكس سي موان 3 موان 3 فوا اكس سي موان 3 اكس و لوبوزي نكتب لوبوزي هنا سي 3 اكس اي موان 3 فوا موان 1 سي 3 نكتب لوبوزي هنا تولي عندي موان 3 هادي مع هادي زيرو هادي مع هادي زيرو دونك لو غيست عطانا زيرو دابا نقدر نعطي الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبريسيون غتساوي ليا هادي فاكتور هادي هاي x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 6x plus 3. Je vous dis que x moins 1 facteur x au carré plus 3x moins 3. D'accord? Voilà. Fais-je cette fin de la fin? Tu as un exemple, fais-je cette fin. Je vais te faire un petit peu de temps. On dit maintenant la limite de x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 6x plus 3 à la x moins 1 quand x tend vers 1. هنا اللي جينا نعوضو الفوق والتحت في لا ليميت نلقاو زيرو على زيرو يعني واحد الفورم عندي تيرميني اذا هنا خصني نمشي نفاكتوريزي هادي بولينوم دو بروميير دوغري ما عندي ما نفاكتوريزي فيها هادي بولينوم دو تخوازيام دوغري دونك انا نقدر نفاكتوريزي بويسكو هنا عوضت في هاد البولينوم عوضت اكس بواحد ولقيت زيرو وهادي قاعدة شتو في سانكيام اني الا عوضتي في شي بولينوم نسمي واحد البولينوم مثلا بي اكس دونك هادي كاملة نسميها بي اكس الى حسبنا بي لواحد ولقينا زيرو شنو تنقول ان هاد البولينوم الي ديفيزيبل باغ اكس موان زان شنو تتعني انه الى خديت هاد البولينوم وقسمت على اكس ناقص هاد العدد اللي عوضنا به اكس وحصلنا على زيرو اللي هو هنا في هاد الحالة راه هو واحد لانه يعني ملي عوضت اكس بواحد لقيت هاد ليكسبريسيون كتساوي زيرو بمعنى ان هاد ليكسبريسيون راه تتقبل القسمة على إكس موان زان إلي ديفيزيبل باغ إكس موان زان دونك شنو تتمشي دير كتاخد هاد ليكسبغيسيون وكتقسم على إكس موان زان وهاد العملية درناها من قبل هاي في هنايا داكوغ ندير العملية من بعد شنو تلاحظ كنلاحظ لو غيس كيساوي زيرو إذا هاد ليكسبغيسيون راه كتساوي هادي في هادي إذا دابا إلا بغيت نجاوب على هاد لا ليميت شنو تنمشي ندير كنمشي ندير هادشي ديجا هادشي درناه كنمشي هادي نعاود ندير ليها الفاكتوريزاسيون كنستغل هاد ديفيزيون اوكليديان هادي شنو تتساوي هادي في هادي دونك غنجي نكتب هاك اكس موان زان فوا اكس او كاري بلوس 3 اكس موان 3 هادشي كامل على هاد اكس موان زان كون اكس طون فيغ ان بعد هادي كل هادشي مع هادي اختزال غتبقى ليا ليميت ديال اكس او كاري بلوس 3 اكس موان 3 كون اكس طون فيغ ان ايوا هنا تنعوض هنا ما يخرجش ليا فورم عندي تيرم هنا تخرج واحد تخوا دونك غتخرج ليا ان الى عوضت هنا اكس بيها لانه هادي ان او كاري سي ان تخوا فوا ان سي تخوا ان بلوس تخوا سي كاتر كاتر موان تخوا سي ان داكوغ تنكون جاوبنا
اذا لا ديفيزيون اوكليديه راه مهمه، خصني نعرف كيفاش نتوضع. بعض المرات تقدر تلقى مثلا شي اكسبريسيون ديال بحال هكا اكس على بويسونس 3 موان مثلا 2 اكس بلس 1 بلاتي 2 موان 4 مثلا موان 4 داكوغ. بغيت هاد ليكسبريسيون هادي بغيت نقسم انا على انا نفترضو مثلا نعطي كاع اكزومبل باش يكون تري كلير. نفترضو عندي اكس على بويسون ليميت ديال اكس على بويسون 3 موان 12 اكس موان 4 على اكس موان 2 داكوغ كون اكس تون فيغ 2. الى جيت نعوض هنا نلقى الفوق 0 والتحت 0 اذا الفورم عندي تيرمين. دونك شنو تمشي ندير في هاد الحالة هنا ملي تتخرج ليا شي حاجة بحالك شوف الله عليكم شنو تمشي ندير. غادي نحاول نجاوب في هاد الورقة غادي نمشي نديرو هادي بولينوم دو بخوميير دوغري ما عندي ما ندير عندي ما ندير ليها مي هادي بولينوم دو تخوازيام دوغري. دونك غنمشي ندير لهادي الفاكتوريزاسيون. باش ندير لهادي الفاكتوريزاسيون بويسكو ملي عوضت هنايا اكس بي دو لقيت زيرو هادي تيعني ان هاد ليكسبخيسيون لي هي اكس على بويسونس 3 موان 12 اكس موان 4 راه الا قسمت على اكس موان هذاك العدد اللي عوضت به اكس اللي هو 2. كون كانت هنايا مثلا شي نومبر نيجاتيف ندير اكس موان موان هذاك العدد تولي اكس بلس داكوغ. اذا ديما اكس ناقص هذاك العدد اللي عوضنا به وعطاتنا زيرو. اذا مادام عوضت هنا اكس ب 2 وحصلت على هذا الشيء كيساوي زيرو اذا هاد ليكسبريسيون الا شديتها قسمت على اكس موان 2 خاص لو غيست تلقى تيساوي زيرو. مادام لو غيست يكون تيساوي زيرو اذا هاد ليكسبريسيون يمكن ليا نحصل ليها على الفاكتوريزاسيون ديالها داكوغ. غير هو ملي تنبغي ندير القسمه نشد هاد ليكسبريسيون نقسم على هادي الا كتبتوها بهاد الشكل توقعوا في اخطاء. علاش هنا هادي ايكواسيون او هادي اكسبريسيون بولينوم دو 3ايم دوغري x à la puissance 3 ياك فوالا خاص لو تيرم لي يكون تابع يكون x تكون في x à la puissance 2 لانه خاص اوسي تم غادي بشكل تنازلي ما عندناش x à la puissance 2 وهي خاصها تكسب هنايا. اذا في هذه الحاله لو وضعت القسمه بهذا الشكل انا نلقى في خطأ. دونك شنو تندير ها الطريقه الصحيحه ندير x à la puissance 3 هذه بولينوم دو 3ايم دوغري بويسكو ما عنديش x او كاري. شنو تندير شوف بلس 0 فا اكس او كار نكتب هذاك لو تاير اللي نجي نكتب موان 2 اكس كوم سا موان 2 اكس موان 4. اذا نعاود نكتب هاد ديفيزيون اوكليديان بهذا الشكل من الافضل نكتبها بهذا الشكل باش منوقعش في اخطاء داكوغ مزيان. دونك دابا شنو تندير ديما كنمشي لهاد لو تيرم الاول على اليسار كنشوف واش نضرب اكس واش نحصل على هذا. شنو تكون عندي غادي تكون عندي نضرب في اكس او كار اكس او كار فوا اكس اكس على بويسون 3 لوبوزي ديالها سي موان اكس على بويسون 3 و اكس او كار فوا موان 2 سي موان 2 اكس او كار لوبوزي ديالها سي بلوس 2 اكس او كار. راه كون كتبنا مثلا هادي ملي غادي ها انت درتي اكس او كار ملي نضرب اكس او كار فوا موان 2 سي هي شحال هي موان 2 اكس او كار. ملي تبغي تكتب 2 اكس او كار كتقلب فين هو لو تيرم اللي فيه اكس او كار ما تيبانش لك هنا. دونك فين تكتبها ما عرفتش فين تكتبها. مي الا درنا بهاد الشكل هذا كنصيف نكتب 2 اكس او كار كتكتب تحت من هاد لو تيرم اللي فيه اكس او كار ثاني ما تبقاش في اخطاء. بدنا نجمع هادي مع هادي زيرو بلا ما نكتبوها هادي زايد هادي تبقى لي 2 اكس او كار. نهبط هاد الدوزيام تيرم من بعد تناخدو ديما هاد لو تيرم اللي كنعاود ليها صار شوف فاش نضرب اكس باش نحصل هذا سي بلوس 2 2 فوا اكس باردون سي بلوس 2 اكس 2x fois x c'est 2x au carré, l'opposé c'est moins 2x au carré. 2x fois moins 2 c'est moins 4x, l'opposé c'est plus 4x. On dit mais à 0, on va dire à 10 c'est 2x. On va peut-être moins 4, on va donc, fais-je un drop à x, je vais faire ça à 2x. On drop fait 2. 2 fois x c'est 2x, l'opposé c'est moins 2x. Et 2 fois moins 2 c'est moins 4, l'opposé c'est plus 4.
لو ريس زيرو. حنا متوقعين لو ريس غيكون زيرو، ماشي ديما تيخرج زيرو، غير بويسكو هنا ملي عوضنا اكس بي 2 خرجت هي زيرو، راه وليت عارف انا لو ريس غيكون زيرو. علاش؟ لان هاد ليكسبغيسيون اللي هي هادي راه ديفيزيبل على اكس موان 2، تنقول ديفيزيبل على اكس موان 2 لو ريس خاصو يكون تيساوي زيرو. دابا شو اللي عندي؟ هاد ليكسبغيسيون هادي اللي هي في الحقيقة هي هادي، شنو غتساوي؟ كي لي نعوضها بها هادي مضروبة في هادي، يعني دابا يمكن لي هادي ندير ليها فاكتوريزاسيون. هاد ليكسبغيسيون راه قلنا راه هي هادي، اللي كتساوي هادي مضروبة في هادي. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ نقدر نجي نكتب ليميت ديال اكس على بويسونس خو موان دو اكس او موان دو اكس موان كاتر على اكس موان دو بون اكس بون فيغ دو، شنو تتساوي؟ على اكس موان دو، وهادي ندير ليها الفاكتوريزاسيون، نقدر نكتبها هادي مضروبة في هادي اللي هي اكس موان دو فاكتور اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2، 2 اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 كان اكس تان فيغ 2. من بعد شنو ندير؟ هادي غادي تختزل، هادي بقى لي غير ليميت ديال هادشي، غنكتب هادشي ومن بعد نعوض. من بعد الامور تتولي ساهله، ما تيبقاش عندنا اشكال. داكوغ فوالا، دونك سي تيرميني بور سي سيونس. لا ديفيزيون اوكليديان لي تري امبورطون، خاصنا نكونو ضابطينها مزيان لانه تنحتاجوها في الفاكتوريزاسيون سيرتو في لي ليميت. وان شاء الله ممكن تحتاجوا حتى في بعض الفقرات في 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 لي نومبر كومبليكس. داكوغ، مي ضبطوا لي غير كيفاش كديروا لا ديفيزيون اوكليديان وكيفاش نستغلوها في الفاكتوريزاسيون. هادشي اللي تحتاجوا في الثانيه بكالوريا. Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.